ليلى، هل تشعرين برغبتي في الزواج منك يا ليلى؟ فامتلأ وجهها بحمرة الخجل، وأشاحت به إلى الناحية الأخرى، وتمتمت بكلمات غير مفهومة، وكان منظرها فريدا حقا، ينطق بآيات الحسن والجمال. ولما حضرت ليلى في اليوم التالي، كنت قد قررت في نفسي أمرا، فلم ألبث بعد برهة قصيرة من وصولها أن سألتها قائلة: ليلى، هل تقبلين الزواج مني؟ فاهتزت كعصفور بل له المطر ولم تتكلم، فسألتها مرة أخرى مستفسرة، وانقضت فترة قصيرة من الصمت، قالت لي بعدها: أجل، أقبل الزواج منك، ولقد سمعت بعض الناس وأنا في طريق إلى هنا ينعتونني بأني أهتم بالرجل القرد، فعرفت أنك دميم الخلقة. فاهتز بدني لسماع جملتها الأخيرة، وسألتها متلهفا: والآن بعد ما سمعتي، بماذا تشعرين نحوي؟ قالت بهدوء: إنني لا أهتم بجمال الوجه، فليس عندي، وأنا عمياء، فرق بين الجمال والدمامة، ولكني أرى جمال الرجل بقلبي فقط. وبعد بضعة أيام تزوجت ليلى، رغم أنف جميع سكان الحي الذين تزايدت سخريتهم كلما شاهدون سويا في الطريق. ومرت شهور، وبدأت زوجتي تشعر بأعراض الحمل، وبدأت حياتي تتغير. كنت أشعر حقا بالسعادة لأني أصبحت زوجة، وعما قريب سأصبح أبا. وسقطت ليلى مريضة قبل موعد الوضع بشهرين، وحضر الطبيب لزيارتها، سألني على صحتها، ثم سألني: هل فقدت زوجتك البصر في صغرها؟ فأجبته بالإيجاب. فاقترب من ليلى مرة أخرى وطفق يفحص عينيها، ثم قال: سآتي لزيارتكم غدا مساء. وفي مساء اليوم التالي حضر الطبيب وبرفقته زميل له من كبار أطباء العيون، وتقدم طبيب العيون منها وأخذ يفحص عينيها بدقة، ولم يلبث أن نهض واقفا والبشر يعلو وجهه، ثم قال: أبشر يا عبد الله، إن من الممكن إعادة النور إلى عيني زوجتي بعد إجراء عملية دقيقة. وكانت كلمات الطبيب كخنجر حاد النصل ورس في سويداء قلبي. إن ليلى لم ترضى بي بعلا إلا لأنها لا ترى قبح خلقتي، رغم ما قالت، فماذا يحدث لو عاد إليها نور عينيها؟ لا شك أنني سأفقدها، وستسخر مني وتضحك كالآخر. ومر شهران، ووضعت ليلى طفلا جميلا يشبهها كثيرا، فحمدت الله على ذلك، فسوف لا يلقى المصير الذي عانيت منه. وسألتني يوما ونحن جالسان إلى مائدة الطعام: عبد الله، ألا يجدر بك يا عزيزي وقد شفيت تماما أن تذهب إلى طبيب العيون لتتفق معه على إجراء العملية؟